المزيد من التفاصيل حول السياسات أو تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي. أهلا بكم أستاذ قحطان. حياك الله أختي العزيزة، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بكم أستاذ قحطان. كيف يفسر العجز الحكومي في التعامل مع فيروس كورونا، وذلك في دولة كالعراق بما لديها من موارد؟ عزيزتي، العجز ليس غريب على الحكومات المتعاقبة بعد 2003، وذلك لأسباب شتى مختلفة. وهذا العجز الذي لاحظناه مع جائحة كورونا يضاف إلى العجز الذي موجود. أسبابه يعود إلى، أولا، أن مؤسسات الدولة بشكل عام هي بعيدة عن مهامها وخاوية القدرات. زد على ذلك أن هناك استبعاد معروف للكفاءات العلمية الحقيقية والاستعاضة بها بانتماءات ضيقة، وهذا جعل الحكومة من جانب غير قادرة على توفير المستلزمات المادية، ومن جانب آخر الكفاءات الموجودة للأسف الشديد ليست بالمستوى المطلوب. زد على ذلك أن حالة عدم التعاطي الإيجابي مع من قبل عموم الشعب مع الإجراءات التي اتخذت حيال كورونا، ذلك كلها كان عجز متكامل مع بعض البعض. نعم. نعود إلى العجز الحكومي، نقول لأن الإدارة فاسدة والأموال سرقت ومؤسسات الدولة خاوية من الإمكانات المادية والفنية، لذلك هي عاجزة عن إداء مهامها بالصورة الصحيحة. كانت منظمة الهجرة الدولية وصلت إلى ما نسبته 68% من العراقيين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا. إلى ماذا يعود هذا الفشل الحكومي في، على الأقل إذا لم تتمكن الحكومة من توفير وظائفهم، على الأقل توفر لهم الدعم؟ لماذا غاب الدعم؟ بالتأكيد الفقرة الثانية لنكون منطقيين وعلميين، الفقرة الثانية هي التي نحمل المسؤولية الكاملة على الدولة. أما موضوع أنه فقدان بعض الأشخاص أو كثير من الأشخاص إلى وظائفهم، سيما أولئك الذين يعملون في قطاعات أهلية خاصة تحتاج تجمع بشري، هذا حال العراق حال معظم دول العالم، ولعل إيطاليا وسواها عانت من هذا الموضوع. ولكن الدول الأخرى المتطورة تعين أبناء شعبها بشكل أو بآخر، بمساعدات مالية، بمساعدات عينية، كما حصل في أمريكا، في كندا وفي دول أخرى. أذان أيضا الموضوع أن هذه الدولة هي لا تمتلك الآن القدرات المالية حقيقة لكي تقدم هذا الشيء، ولكن كنا نتمنى أن تعي خطورة حالها وخطورة حال المواطنين وتبدي شيء ولو واحد بالمليون من إيجابية المواقف، وتختزل بعض الأموال التي سرقوها، أو تختزل بعض رواتب المتنفذين الرواتب المهولة مقابل إعطاء شيء معين للمواطنين. هذه الحكومة غابت عنها، لأن دائما نؤكد أن الذين يقومون على الشأن العراقي هم ليسوا حكومة، هم أقرب إلى العصابة، أقرب إلى الفاسدين بالتأكيد. وبالتالي عجزت الحكومة عن توفير الحياة الرغيدة قبل كورونا، ثم أن تقدم شيء بسيط للمواطنين أثناء هذه الأزمة التي أجبرت الكثير من العراقيين أن يتركون أعمالهم اليومية. وبالتالي هذا تأكيد على عدم مهنية الحكومة. شكرا جزيلا لكم أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف.